يابا شلونكم؟ كورونا ضربت العالم وأثرت على الكل بدون استثناء، وأني خلتني بين خيارين، إما أقعد أصفن وأنتظر كورونا تروح، وهاي الشغلة شكلها مطولة، وأنا شاب وصحتي زينة وكورونا ما راح تأثر بي، فأحسن شي أطلع أعيش حياتي وأتونس. دقيقة، يمكن أني أنقلها لأمي وأبويا وأنا اللي أخليهم. فقررت أعيش حياتي بس ألتزم كم شغلة بسيطة من أطلع من البيت أسويها. أول شي ألبس كمامة، ولو الكمامة راح تخلي بخار على نظاراتي وكل شي ما راح أشوف، بس أحسن من ال... وثاني شي راح ألبس كفوف، وبعدها من أدخل السوبر ماركت راح أخلي مسافة آمنة ما بيني وبين أي شخص بالسوبر ماركت، ومن أرجع للبيت أعقم كل الأغراض اللي اشتريتها، وهسه أقدر أعيش حياتي وأحافظ على أهلي وأستمر بشغلي بأمان. معاً متباعدين.